الكابتن فريد علي في حالات التحليل التحكيمي. في المباراة الأخرى الفجيرة صاحب الأرض والجمهور يقلب تأخره بهدف واحد أمام خورفكان إلى فوز بهدفين. هدف خورفكان سجله روبنسون عبر ضربة رأسية. وفي الدقيقة 34 فرناندو جابرييل يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء، ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة عاد جابرييل ليهدي الفرحة لأبناء الفجيرة ولمدربهم مجيد بوقرة.